إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. فورد أو الموركوري جراند ماركيز، وينطبق برضه على الفورد الكراون فيكتوريا. تهريب موية، ومن أحد أسباب تهريب الموية الكوع هذا. لاحظوا عندي هنا، هذا هنا الكوع بلف الحرارة، وفي الأسفل قاعدة تركب ما بين رأس المحرك الأيمن، أو نقول طبعا على الاتجاه أنا اليمين ورايح لليسار. هذا القاعدة. طبعا القاعدة هذه شكليا مشكلتها وجه، لكن وحتى شكليا صيانتها سهلة يبدو للجميع، لكن للأسف عشان توصل لصيانتها أو حل المشكلة حقها لازم تفك منظومة الثلاجة وملحقاتها، من دعسة، من نظام الـ EGR، من نظام الأفياش والكويلات، الدينامو، السير. طبعا اللي يخرب فيها، طبعا هو جاي طبقتين، طبقة طبعا هو راكب المشكلة إنه الكوع هذا، بس عشان الشكل أوضح راح نفك أول شيء الغطاء هذا، مقاس اللي هو الحبة صغيرة أو رأس الحبة صغير. فكينا القاعدة العلوية، وهذا عندي المجموعة اللي أتكلم عنها اللي تحتاج إلى صيانة. هذا القاعدة هذه هي نحاس جاي من الرأس المحرك اللي هنا رايح على الثاني، أو من السرندل الأول الثاني، ولكن جاي مثبت على نفس القاعدة حقت ثلاجة المحرك. وبين ثلاجة المحرك وبين غرفة الاحتراق في وجه للثلاجة، في الطرف هذا يركب وجه خاص الكوع هذا أو القاعدة هذه. ففي الإكسبيديشن 2007 إلى 14 نفس النظام، لكن بس يعني تفك الثلاجة عشان تغيره، لكنه في مجال إنك بس ترخي مسامير الثلاجة وتفك المسامير ويطلع معاك سوء صيانة. لكن في الفورد هذا المركيز والفكتوريا، خصوصا يمكن حسب علمي شفت في المواقع من 2000 وطالع او 2002 وطالع، عشان تفك القاعدة هذه لازم تفك الثلاجة. ليش؟ لانه في مسامير هنا، هذا واحد اثنين، وهنا في ثالث، وفي واحد في الرابع هنا مثبتة في القاعدة حقت الثلاجة، ومثبت الوجه حق الكوع هذا في من الداخل. فصعب جدا اني افك المسامير عشان اطلع القاعدة هذه. يعني ممكن افك الاول الثاني الثالث او المسمارين الطارف اللي هنا اللي في الطرف، لكن اللي جوا مستحيل. زي المسمار هذا الان ما اقدر افكه، لازم افك الثلاجة بالكامل. برضه عشان تفك الثلاجة بالكامل، اول شيء راح نفك السير الدينامو مع القاعدة هذه، راح برضه نفك ال الارضي، راح نفك الفلتر، راح نفك برضه نظام الدعسة مع نظام المجرى الثلاجة ونظام الـ EGR، راح نفصل الهوز اللي في الخلف حق الحار والبارد، وأيضا راح نفصل الماسورة هذه حق نظام الـ EGR. هذه الماسورة، لاحظ هنا هذه الماسورة تنفك، أيضا القاعدة هذه تنفك، أيضا القاعدة هنا راح تنفك. يعني الشغلات طويلة عشان نفك الثلاجة ونصين، لأن صيانة القاعدة هذه مرتبطة بالثلاجة. وطبعا قبل نبدأ بأي شيء راح الآن أحاول أنفخ حول الثلاجة وملحقاتها من الغبار أو من الأتربة عشان ما ينزل مع الفك داخل غرفة الاحتراق. فكينا الأصابع السالب، فكينا القاعدة المربعة اللي هنا، فكينا السلك الدينامو، هذا عندي سلك الدينامو، هذا عندي القاعدة مع المسامير. فكينا السير عن طريق الشداد، راح الآن نفك المسامير السفلية حق الديرمو ونطلع الديرمو. فكينا الديرمو، المسمار اللي هنا أسفل قياس التحرير من الشد، فكينا الفيشة حق الديرمو، وهذا عندي الآن الديرمو طلعناها برا. لاحظوا الترشيح جاي من الخلف، حتى لو كان بفك المسمار عندي المشكلة هنا في المسمار هذا، يعني ما راح أوصل له. عندي برضه هنا فيه ضفيرة أسفل الثلاجة،
هذا طبعا حق الدينمو، راح افك الحساس الهواء او افك القربه من هنا، افك القربه من هنا، افك الهوز هذا ونطلع القربه من البوابه، فكين الهوز من قربه الهواء. هذا الان عندي البوابه، طبعا عندي هنا الان الكويلات هذه كلها مربطه باسلاك، لازم الان اضطر اني افكها عشان اطلع الكويلات. راح افك الافياش حقت البوابه اللي هنا واللي هنا. شكلي راح افك البوابه مع القاعده كامله. راح افك الهوز اللي هنا اذا كان ينفك ما له علاقه في الايجار. راح افك الهوز هذا والهوز هذا والهوز هذا ومسمار اللي هنا حق التثبيت. عندي واحد هنا وهنا واحد، وعندي هنا برضه واحد مقاس 8، ايضا هنا واحد هنا واحد. هذه راح افك ان شاء الله افكها. ايضا الهوز هذا زي ما كرر الهوز هذه كلها. وقبل لا افك كل شيء راح افك برضه القاعده هذه عشان افك الماسوره عشان تطلع نظام الاي جي ار مع القاعده مع البوابه مره واحده، وايضا الفيش اللي هنا. تم فكه، فك الهوز هذا برضه من هنا عن طريق ضغط الكليبس اللي هنا، نحطه بهذا الشكل. إذا هذا عندي الهوز حق التبخير، هنفك الآن بكين خلاص. فكيت الهوز عشان بدينا نسوي التنظيف. فكينا القاعدة هذه اللي جاء فوق الماسورة حقة النظام الجي آر. فكينا البوابة مع الثلاجة أو وصلة الثلاجة مع نظام الـ EGR. هذه المسامير، هذا القطع هنا مرتبها كل شيء في مكانه بمساميره. الحين راح إن شاء الله أفك القاعدة هذه. في مسمار هنا، في مسمار جاي في الجنب في الخلف، بس ما راح نفكهم من بهذا الشكل، راح نجي من وراء من هنا او من الخلف ونفك المسمار اللي جاي من ورا. وبدي راح نفك المواسير حقه البنزين اللي راكب في المسطره اللي هنا واللي راكبه في المسطره هنا عن طريق زرقينه محدده معينه. بعد راح نفك الكويلات، طبعا مربطه بتربيط لكن السيليكون ان شاء الله يكفي. وبرضه راح نفك الكويلات اللي هنا وافياش البخاخات. فكينا القاعده اللي هنا، لكن والله العظيم شغله خاصه هذا المسمار شوي محشور في الخلف. الان فكينا القاعدة الان بمصاميرها، فكينا جميع الكابلات. ايضا حتى عندي هنا، وهذا عندي الان الكابلات على جنب. هذا جهة السواق، هذا جهة الراكب. راح نستخدم الزرقين هذه حقت فك المواسير، وراح نستخدم المقاس هذا اللي هو 5.8، بعد عندي مقاسات، وهذا عندي تربة البنزين. بعد ما حطينا القطعة هذه من خلف الماسورة، لاحظ عندي الآن هذه الماسورة حقت البنزين، ما راح تنفك معك الا عن طريق الزرقين هذه او الكليبس هذا حق تحرير المواسير حقت البنزين لاغلب السيارات الامريكيه، لكن كل ماسوره لها مقاس محدد. الحين راح نفك المسمار المسامير حقت الكوع البلف الحراره. هذا عندي الان الها راح نفك ان شاء الله الهوز حق ثلاجة المكيف في الحر. راح نفك الهوز اللي هنا، فكينا الهوز حق الثلاجة هذا هو طلعنا برا. الها راح نفك مسامير الثلاجة، عندي واحد هنا اثنين، طبعا هذا هنا مفكوك، لاحظوا مفكوك بسبب القاعدة اللي فكيناها من اعلى. وعندي واحد هنا في الخلف ونفس الشيء برضه هنا،
هذا واحد، اثنين، ثلاثة، طبعا هنا فكنا خلاص. فك جميع مسامير الثلاجة، وطبعا برضه أنا نفخت الموية اللي نزلت في البواجي عشان بعدين لما أفك غرفة الثلاجة ما ينزل الموية في غرفة الاحتراق. الآن بس راح نطلع الثلاجة، بيكون كذا الآن الأول مرحلة له فك الثلاجة عشان نسجن له القاعدة هذه اللي فيها تهريب من أسفل. فكينا الثلاجة وزال عندي غرفة الاحتراق، ولاحظ الغبار اللي ما بين الفتحات، راح بعدين راح نقفل الفتحات هذه وشوف البر الموية نزلت على الحساسات النوك سنسور، لأن في عندي هنا ظهر حساسين حق النوك سنسور. برضو راح نشيك برضو على الماسورة هذه، أحيانا بعض الماسورة هذه تكون متآكلة، يكون فيها تآكل هنا، بس لحد هذه إن شاء الله مرة طيبة. هذا برضو حساس الظهر ضغط الزيت أو حساس الحرارة، لكن أعتقد إنه هبقى حساس ضغط الزيت. العموم برضه هنا عندي راح بدي نفك الوجه هذا اللي فيه تآكل، صار فيه تهريب. طبعا لاحظ برضه عندي هنا فتحات الموية، وطبعا هذا عندي الثلاجة بالقاعدة. طبعا هذا عندي المسامير، هذا عندي هنا. طبعا التهريب يكون من هنا، فبرضه انا الان بفك المسامير هذه هنا، وراح نشيك برضه على الوجه اللي هنا وراح نسوي له صيانة. طبعا قلبنا الثلاجة الان، لاحظوا عندي هذا اللي سببته تلف الوجه، لاحظوا ايضا هنا في تآكل حتى في اطراف الثلاجة، الثلاجة صارت فيها تآكل، لاحظوا مو هو الوجه اللي راح فيها، لا الثلاجة صارت متآكلة، الثلاجة صارت متآكلة، هنا في تآكل، فعشان كذا صار الوجه يفلت، لأن الوجه هذا جاي في مجرى الثلاجة. لاحظوا تلف الثلاجة نفسها أو تلف قاعدة الثلاجة نفسها، هذا الوجه جاي الوجه هذا في مجرى زي كذا، هذا الوجه جاي في مجرى زي كذا، المجرى هذه هنا تآكل تكسر، لاحظوا هذا صار متكسر، صار متكسر. ممكن أعالجها بالسيليكون هذا التنظيف. طبعا هذا القاعدة هذا حق البلف جاي راكب زي كذا، ممكن أعالجه بالسيليكون، ولكن يبقى الإشكالية موجودة. حتى هنا لاحظوا صارت متآكل نفس المجاري حقت الوجيه. طبعا ما راح اركبها حتى نعطي خبر لصاحب السياره ان كان بيغير الثلاجه كامله، لان انا شفت صراحه المقاطع في اليوتيوب اغلبهم كلهم يغيرون الثلاجه، فقلت انا يمكن عشان يغيرون عشان المكيف الحار، او عشان ماسوره المكيف الحار انه يحتاج عشان التكييف او تبريد التسخين، لكن للامانه اتضح انه يغيروها عشان تلف مجاري جلد الوجيه او المجاري الوجيه حقت القاعده التبريد، عشان كذا يعني صعب جدا ممكن يحطون اي شيء، لانه ممكن برضه راح تتاكل اكثر فيصير برضه فيه تلف في القاعده نفسها. العموم هذا الان فك، راح نشوف بعد ايش يصير معه. طبعا انا تواصلت مع صاحب السياره ولازم نغير الثلاجه، لازم نغير الثلاجه. الثلاجة تجي كاملة مع القاعدة حقت الموية،
وراح ننقل عليها اللي هو المسطرة حقت البخاخات مع البخاخات، ويحبذ نغير الجلد لأنه مع الفك التركيب لابد نسجن البخاخات مرة واحدة. طب هذا عندي الآن الوجيه حقت الثلاجة، طبعا لاحظوا برضه تحت هنا صارت متكسر الوجه، اللي جهة الموية صار متكسر أو تالف، لاحظوا أيضا تحت هنا. هذا الآن نرميها لأن عندي هنا الجديد، وقفلت الآن هنا غرفة الاحتراق المداخل هذه أيضا هنا. فالحين بس بنفخ شوي هنا بسيط عشان اطلع المويه اللي هنا، بعدين راح نقفل المجاري اللي هنا والمجرى اللي هنا والمجرى اللي هنا وايضا اللي هناك، عشان بعدين راح نسوي تنظيف للسطح وجهة الثلاجة. طبعا عشان نطلع المويه اللي في الراس لو ضغطوا بالهواء راح ينتشر وينزل على القماش وينزل غرفة الاحتراق. فأفضل طريقة إنه فكيت القفيز ونستمت للموية من أسفل عشان ننزل الموية اللي في السرندلات وحتى في الرديتر، لازم نغير الموية مرة واحدة. أنا كذا لاحظوا عندي هنا الموية نزلت، هذا عندي الآن بعد ما تنظفنا سطح السرندل أو حق الوجه الثلاجة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، كل سطح الوجه الآن تم تنظيفه، أيضا حتى المجرى هذا كان فيه كمية، لاحظ طين، في جزء هناك جزء هنا وجزء راح مع الموية أثناء التصريف من الفتحة هذه. هذه فتحة تصريف، هذه فتحة تصريف، فغسلنا. طبعا هذا عندي الحساس النوك سنسور، وتم تنظيف مجرى أو الحاول المكان اللي ما بين السرندلين. الحين بس هنغطي الفتحات حتى تجيني الثلاجة سواء جديدة أو مستخدمة نظيف، لأن هذه للأسف ما تنفع. برضه استغلت الفرصة فكيت النظام الـ EGR، راح أسوي تنظيف للقاعدة حقت النظام الـ EGR مع البوابة. هذا عندي الآن قبل التنظيف. هذا الآن بعد التنظيف جميع المجاري نظفناها، البوابة الآن جهزنا البوابة على النظام الـ EGR. طبعا رجعنا الآن الجزء الثاني التركيب. طبعا للأمانة الرجال اختار انه يغير جديد لأن الرجال فعلا مستخدم وما يبغى المجازفة، فعلا يعني ما له حل، يا تشريحة جديد لكن اختار الرجال يشتري جديد. لكن للأمانة سعرها في الوكالة 1300 بدون الضريبة، هذا سعرها هنا 1160، وطبعا كان معها بواجي فورد وبخاخات اللي يسدلكو. طبعا نقول الثلاجة ممكن لوحدها مع الضريبة حدود 1200. طبعا غيرنا طبعا هذا الثلاجة مع القاعدة تيجي برضه جاهزة، حتى في جاهزة بالتركيب وحتى في الحامل. هذا الحامل هذا أيضا حق الحماية يجي برضه رقم قطعي بعد وحده، لكن جت كاملة مع الوجه العلوي حق قاعدة الثلاجة اللي يركب فيها البوابة. أيضا عندي هنا طقم البواجي هنغيره إن شاء الله. هذا برضه وجه الثلاجة، هذا وجه بلف راح إن شاء الله نركب عليها بلف البواجي حق النيسان بإذن الله اللي يفتح على 76. طبعا بواجي سعرها
136 ثمانية حبات. هنا طبعا هذه حقة البخاخات أعتقد الجلد، جلد البخاخات، وهذا الجلدة حقت البلف سعرها مع الضريبة 25 ريال. هذا حقة الموية الإيسيدلتو، لكن سعر البخاخات أو جلد البخاخات الضريبة حدود 124. على العموم أنا راح أرجع كل القطع القديمة ما عاد الثلاجة، الثلاجة اللي راح ناخذ منها بس بعون الله البخاخات، ولكن لما راح نغير البخاخات راح إن شاء الله نغير أو ننقل البخاخات، راح ننقل أو نصين الجلد، نصين الجلد بعد فك البخاخات. راح لنا أول شيء نبدأ بالتركيب الثلاجة، وقبل تركيب الثلاجة راح ننفخ الآن الهواء محل القاعدة اللي احنا نظفناها اليوم الصبح، وراح نركب الوجه وبعدها راح نركب الثلاجة. ناخذ الآن البواجي القديمة متآكلة، هذا الآن عندي، عفوا هذا البواجي القديمة وليس الجديدة، هذه الجديدة، هذا البواجي الآن الجديدة، هذا أيضا هذا برضو الجهة الثانية. الآن خلصنا من البواجي وتركيبها، الآن راح أركب إن شاء الله البخاخات أو أفك البخاخات القديمة وأسوي لها صيانة تغيير جلد وأركبها والثلاجة برا عشان الدنيا يسهل معي التركيب، عشان برضو ما أتعقد، ما أنا ما في تعقيد، لكنه لما أركب البخاخات أحيانا يكون في حشرة من هنا، لكنه أريح على نفسي وأكون أركبها بأريحية وهي خارج الثلاجة برا. فكر المسامير ثمانية، والحين راح نطلع البخاخات. أحيانا تكون ماسكة تحتاج إلى قرص، وأحيانا تكون ممكن تطلع بسهولة. طبعا أستخدم هذه الزرادية بحيث إنه أرفعها وأعلى. هذا اللي عندي الآن البخاخات مفكوكة، راح برضه أفكهم من المساطر، وراح إن شاء الله نغير أو نسوي لها تنظيف ونغير الجلد مرة واحدة. طبعا شكل البخاخات من أسفل وهي داخل غرفة الاحتراق، هذا الآن قبل التنظيف. الآن نفكر منه واحد، هاي تكون في المساطر وهذه تكون في الثلاجة عشان تروح للضخ داخل غرفة الاحتراق. طبعا فكينا الآن البخاخات وكل بخاخ في المسطرة اللي هي عليها من أول عشان نرجع كل شيء في مكانه. فكيت الجلد، طبعا هذا الجلد الآن اللي داخل غرفة الاحتراق في الثلاجة، وهذا اللي في المساطر. لاحظ كل الجلد طبعا اللي في الثلاجة نفسها اللون أزرق، لاحظ هنا، لكن بحكم الاستخدام والحرارة والكربون صارت لونها متغير. الآن رشيت عليها بخاخ إيسيدلكو عشان بس شوي يتبلل الكربون، بدي راح أشرسل لها صنفرة أو تنظيف. تم التنظيف، طبعا لما التنظيف مو تنظيف الفعلي للبخاخات من الداخل، هذا بس فقط تنظيف جمالي أو كما خارجي عشان تركيب الجلد على أشياء نظيفة ما تكون راكبة على أشياء فيها كربون. الحين بعد التنظيف راح نركب الجلد، ولما نركب الجلد الآن لازم تكون فيها تزييت عشان ما تتجرح أثناء التطبيق في المواسير أو لا حتى في الثلاجة. طبعا الجلد جت للبخاخات من الأمام وليس للخلف، ليش؟ لأن عندي هنا اللي أنا عندي هنا ركبت ثنتين وعندي هنا الخمس، يعني عندي 10 حبات. طبعا أنا عندي هنا الآن 8 بخاخات، 8 × 2 = 16، فالخلفية اللي راكبة على المسطرة ما فيها أي مشاكل جديدة، فراح احنا بس نغير الجلد الأمامية، الجلد الأمامية.
طبعا هذا الجلد القديمة لونها أخضر، هذا القديمة لونها أخضر. طبعا هي 10 ركبنا منها 8، وعندي هنا 2 حاطينها احتياط لو تقطعت معك مثلا في شيء معين. الآن عندي الآن كل البخاخات بعد التنظيف وتركيب الجلد وتشيك عليها زي جاهزة. الآن بس راح زي ما قلت لكم احنا الآن زيتنا، راح نركب الآن هذه في المسطرة وهذه تكون في البخاخات. هذا هي عندي البخاخات جاهز للتركيب في الثلاجة. هذا الآن تركيب البخاخات على الثلاجة. مسمار هنا، مسمار هنا، أيضا تركيبها هنا، مسمار، مسمار هنا. الحين كذا الثلاجة عندي جاهزة للتركيب. وقبل الركب راح نحط الآن اللي هو وجه الثلاجة. هذا ما شاء الله عندي سطح بعد التنظيف وقبل تركيب الوجه. طبعا الوجه في هنا لها زي السنترة، هذه لها فتحات في الراس هنا، واحد اللي هو هذا هنا، وعندك واحد هنا، وأيضا في واحد هنا، في واحد أيضا هنا، هذا سنتر اللي هو وجه الثلاجة، وهذه الآن بعد السنترة. الحين راح نركب إن شاء الله الثلاجة. طبعا قبل تركيب الثلاجة الواحد يشيك على الحساس والفيش حقه عشان لو في تجريح ولا في شيء يقدر يحل الموضوع قبل التطبيق. فبرضه هذا عندي الآن الغرفة حقت المحرك أو الحجرة اللي المنتصف جاهزة إن شاء الله نركب الثلاجة. ركبنا القاعدة حقت الثلاجة أو عفوا الثلاجة، تم تركيبها. هذا المسامير، طبعا هذا المسمار اللي يركب فيها القاعدة الآن، هذه اللي احنا فكيناها، لكن بقية المسامير تم تركيبها. أيضا هذا اللي فيه الكوع حق الموية، هذا واحد هنا، أيضا هذا في واحد برضو في الخلف، هذا هو جهة الثلاجة. الحين راح نركب المسمار هذا والقاعدة هذه. ركبنا القاعدة هذه مع المسمار الخلفي. طبعا لاحظ المسمار هنا، هذا المسمار تم تركيبه الحمد لله لخلف المحرك. هلا راح نركب ان شاء الله بلف النيسان، بلف النيسان مع الجلدة حقت البلف. هذا البلف اللي على حق النيسان، راح نشيل الجلدة هذه ونركب بدون الجلدة. طبعا هذا حق الوكالة يفتح 92 وهذا يفتح 76، ما في اي فرق من ناحية الشكل. وهذا الحين بعد التركيب، وهذا الان عندي الجلدة حقت البلف. ركبنا الان البلف وركبنا الجلدة، الان نركب الكوع. ركبنا الان المسامير الكوع حقت الحرارة، هاي الثانية برضو. الان ان شاء الله راح نركب الكويلات بعد ما سوينا لها تنظيف من الخارج، كان فيها عليها زيوت. خلصنا من ليات المكيف الحار، السلاك، البخاخات مع الكويلات، مع وضع سلكون على سيليكون على سطح مدخل الفيشة البخاخات والكويلات عشان يمسك بعض الله وما يحتاج لها اي كليبسات. هذا خلصنا من جهة الراكب او المعاون. ايضا نفس الشيء عندي هنا الان كلها تم تركيبها مع وضع السيليكون في المدخل. لاحظوا السيليكون بدل الكليبسات. الان كذا طبعا هنا برضه هذا الان لاحظوا. طبعا الحين هنا بيصير فيها زي الترشيح لو اخذ فيها استخدام يوم يومين. ليش؟ لان احنا لما زيتنا البخاخات الجلد حقها عشان تركيبها يكون سلس، فلازم تكون بدن فيها غسيل عشان يروح الزيت اللي احنا ركبناها، عشان الترشيح هذا ما يكون موجود بعد الاستخدام عشان ما يكون فيه
تشكيك انه فيه تسريب، وتنظف ليش؟ عشان لو فعلا فيه تسريب راح يبين فيه ترشيح، ما في شيء بيكون الموضوع عندها، لانه احيانا مع تجزئه البخاخات الجلد يظل الزيت يمسك، فلازم تتنظف بعد الانتهاء. هسه راح اركب البوابه مع نظام الايجار مع القاعده، هذا بعد التنظيف. بسم الله ما شاء الله، نظفنا جميع المجاري والبوابة برا بعد التنظيف. أيضا الوجه يجي جديد مع الثلاجة. ركبنا الهوز حق التبخير، هوز حق مصرة البخاخات، شدينا المسامير، ركبنا الهوز حق نظام الإيفاب، الهوز حق الباكم، ماسورة الاي جي ار، فيش حقة نظام الاي جي ار. ايضا تركيب الفيش حق البوابة، حساس البوابة او نقول ما يخص الثروت الاول الدعسة اللي في اليمين، هذا هنا مع القفلة، هذا الفيش الثاني، وهذا هذا المسمار اللي في الزاوية تم شده. راح اركب القاعدة هذه اللي فوق ماسورة نظام الايجار، تم تركيبها. هذا المسمار هنا، المسمار الثاني هنا، هذا المسمار، تركيب قربة الهواء، الفئة أو الهوز التبخير، وشد القفيز. الحين راح عشان نركب الدينامو والقاعدة حق الدينامو، وركب السير. ركبنا السير، شدينا القاعدة حق الدينامو، هذه طبعا الأربع المسامير هذه تعتبر القاعدة حق الغطاء اللي راكب على الثلاجة، وهذا الآن عندي الموجب حق الدينامو راكب. راح نركب أصابع البطارية ونشغل. طبعا حتى ماسورة البخاخ تم تركيبها، تركيب القفلة حقة الماسورة. عبينا الآن جالون، راح نشغل وبرضه ننتظر حتى يفتح البلف، بعدها راح نشوف ايش يحتاج من تعبية راح نزود، لأن احنا الآن ما فرغنا حقة الرادياتر، لأنه الرادياتر الموية حقه نظيف، لأنه قبل فترة كان عنده مشكلة في المبرد وغيرناه، غيرنا المويه كامل. فالحين بس راح نعبي ان شاء الله ونعوض المويه اللي ناقص معنا اثناء فك الثلاجة. الحين وصل الحرارة والمحرك 88، بس باقي ما اشتغلت المراوح. فالحين راح نشغل المكيف. قبل ما نشغل المكيف راح نقيس الان نشوف المويه. والله ما شاء الله كل هذا المستوى وحتى برضو أعلى شوي، لكن راح ينقص مع الاستخدام. الحين راح أطفي وأقفل الغطاء وراح أشغل المكيف ونشوف الآن الفرق، لأنه الآن البلف الحرارة اللي وضعناها حق نيسان ما راح يفرق بدون مكيف، لكن مع المكيف راح يفرق. شغل المكيف، خلال المروحة اشتغلت باستمرار، نحب نشوف الحرارة مبدئيا، بدأت نتركها وراح نكمل الشغل الثاني. نحن عندنا الحرارة كيف بدأت تنزل تدريجي، راح توصل إلى 80-79 مع بلف حرارة النيسان. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، 84 ولسه بلف الوقوف، لو كله يمشي الآن راح ينزل معه. على العموم ما شاء الله عندي ولا أي تهريب، كل وضع تمام عندي من ناحية تهريب البنزين مع تغيير البخاخات، ولا فيه أثر أي تهريب موية
نصير ان شاء الله بعون الله جاهزه. طبعا دائما في البدايات اذا نظفت البخاخات الشكل الخارجي وركبتها يصير فيه ترتفع، لانه احيانا يكون فيها تقفيله بالاوساخ. بس مجرد ما تشغلها 10 دقائق تدعس بنزين فيها راح تصفى المحرك ويكون كل شيء تمام. ايضا هنا عندي ولا في اي مشاكل الحمد لله. الان عندي سياره ان شاء الله جاهزه، راح بس اركب غطاء المحرك ويكون كذا انتهينا ان شاء الله من معالجه او اصلاح التهريب حق الكوع او القاعده حق الكوع ذات الحراره اللي موصل ما بين الراس الايمن او الراس المحرك الايسر مع الايمن، ولكن للاسف القاعده لا تجي الا مع ما شاء الله تبارك الله. تبارك الله هذا المحرك خلص على من كل شيء. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.